دائما تلقيها واجدة. طريقة رائعة للاحتفاظ بالقزبر والمعدنوس بدون مجمد، والاحتفاظ به أكثر من شهر. وفر عليك الوقت والمجهود، والطريقة الصحيحة والسليمة كيفاش نحتفظ به مدة أطول. لهذا سيدتي تبعي معايا الفيديو من الأول حتى الأخير باش نكتشفوا المقادير والمكونات وطريقة التحضير. وكالعادة ما تنسوناش من لايك للتشجيع فقط وبالبارتاج باش تعم الفائدة على الجميع. ومرحبا ومية ألف مرحبا بالمشتركين الجدد لأول مرة كينضموا القناة ويعجبهم أكيد المحتوى مع اليوم، إلي يفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة الصويرية. غادي تنفعكم بزاف بزاف هاد الشرميلة أو هاد الطريقة باش نحضروا قزبر معدنوس ونحتفظوا به غير في الثلاجة بدون مجمد، ويبقى باللون ديالو وبالنكهة ديالو مدة أطول. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبداو بركة الله ونقولوا بسم الله بطريقة ديال التحضير والمكونات والمقادير في نفس الوقت. أول حاجة كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنا القزبر والمعدنوس. الحاجة الضرورية واللي نأكد عليها منين نبغيو نقوموا بهاد العملية، ضروري ما نغسلو القزبر معدنوس ونخليوه ينشف إما ليلة كاملة أو نشفوه إلا كنا مزروبين نشفوه مزيان مزيان بواحد المنديل أو بواحد الفوطة باش نضمنوا بأنه ناشف تماما من الماء. ضروري هاد المرحلة باش نضمنوا يبقى لنا مدة طويلة، ضروري ما يبقاش فيه الماء نهائيا، القزبر معدنوس يكون ناشف تماما. الكمية اللي غادي نخدم بها عندي هنايا جوج رباطي ديال القزبر وجوج رباطي ديال المعدنوس اللي غسلتهم ونشفتهم مزيان مزيان. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي انا هاد الآلة او هاد الهاشوار، تقريبا راه كاع البيوت دابا عندهم، واللي ما عندوش ما عليه الا يقصص مزيان مزيان، يعني ضروري ما يقصو ويكون ناشف. هاد الهاشوار او هاد الطحانة كتسهل علينا هاد المراحل. كيف ما كتشاهدوا معايا كنقصو بشكل عشوائي في الهاشوار. عندي هنايا الثوم، تقريبا واحد الراس ديال الثومه اللي تيكونوا فيه تقريبا واحد 16 او 17 سنوفه كيف ما كتشاهدوا معايا، يعني رويس على حسب الكميه ديال الربيع اللي عندكم. كيف ما كتشاهدوا معايا كندير هنايا الثوم اللي قشرته من قبل، وعندي هنايا سكينجبير طري. من الاحسن الا ما كانش عندكم سكينجبير طري بلا ما تستخدموا البودره، الا كان توفر عندكم خدموا به. هاد السكينجبير يعني كيعطيه حتى التعقيم باش يبقى لينا مده اطول. وكيف ما كتعرفوا هاد الشرميله والقزبر معدنوس اللي غنحتفظوا به مده طويله غنديروا فيه سكينجبير، لاننا غادي نستعملوا هاد القزبر في جميع الوصفات وقت ما احتاجيناه ها هو واجد. كيف ما كتعرفوا دائما كنحتاجوا الربيع او الشرميله، ماشي يوميا غنبقاو نحضروا الشرميله بنفس الطريقه بنفس التوقيت ونفس الطريقه، غنحضروا كميه كثيره اللي غادي نخزنوا. كيف ما كشاتوا معايا درنا الثوم ودرنا سكينجبير طري، كندير هنايا الملح حسب الذوق، درت تقريبا هنايا واحد جوج حتى لثلاثه المعلقات صغار ما عامريش، وانتم على حسب الملح راه ضروري نضيفوا لهاد الشرميله اللي باش يبقى كذلك محافظ على الشكل ديالو واللون ديالو والنكهه ديالو مده اطول. عندي هنايا زيت الزيتون، اللي ما توفرش عنده زيت الزيتون ممكن يدير غير زيت المائده. عندي تقريبا هنايا نصف كاس من عبر كاس ديال العنبه، وانتم غتعتمدوا هاد المقادير على حسب الكميه ديال القزبر معدنوس اللي غادي تتحضروا. درت هنايا انا 4 الربيطات كيف ما قلت لكم، جوج القزبر وجوج ديال المعدنوس. ثم كنبدا بعمليه الطحن اللي كنطحنها في الهاشوار. كيف ما كتشاهدوا معايا كتسهل عليا تماما وكتلخص ليا حتى الوقت. واللي ما عندوش كيف ما قلت لكم هاد الاله هادي، ما عليه الا يخدم داك الاله اليدويه ديال لاماكوم، راه كتكون ديال اليد هي كتقطع الربيع مزيان مزيان، يعني نقطعوه وعاد نضيفوا هاد التوابل هادي، نضيفوا الزيت ونضيفوا الملح والثومه نحكوها في الحكاكه الرقيقه هي والسكينجبير طري. كيف ما قلت لكم الا ما كانش السكينجبير طري ما ديروش البودره نهائيا. من بعد ما طحنت هاد القزبر والمعدنوس كناخذ هنايا واحد القرعه اللي تكون معقمه اي ممحيه مغسوله وممحيه مزيان مزيان، كناخذ واحد شويه ديال الزيت تقريبا واحد جوج معالق وكندوزها في هاد القرعه اللي غندير، وما تكونش قرعه بلاستيكيه من الاحسن تكون ديال الزاج. كندوز فيها هاد الزيت كله هو يعني في الجوانب، ثم كنبدا نفرغ هاد الربيع. منين نبدا نفرغه ما نبقاش نضغط عليه، نخليه يعني مفوه او مهوي، يعني ما نبقاش ندير الكميه ولا ما قداتنيش القرعه نبقى نبرك لا، ندير قرعه او زوج على حسب قرعه الحجم ديالهم اللي عندي وعلى حسب الكميه اللي طحنت، يعني ما نضغطش. كيف ما كتشاهدوا معايا انا غير كنحاول نساوي. وباش نزيد نعطي لهاد الشرميله ديالي واحد النكهه رائعه جدا، كناخذ هنايا اوراق الرند اوراق سيدنا موسى تقريبا واحد 4 او 5 ديال الوريقات اللي غسلتهم ونشفتهم مزيان مزيان،
كنوضعهم هنا في الجانب ديال القريعه او حتى نحطهم حتى في الوسط، يعني انا كنديرهم غير باش كيجي حتى الشكل ديال القريعه بحيث دق وزوين. وعندي هنايا تقريبا واحد 3 ديال الفصوص ديال الثوم اللي قسمتهم على جوج، يعني كل فص ديال الثوم قسمته على جوج بحال شرائح باش يطلق ليا داك النسمه ديالو ديال الثوم، رغم اننا درنا في شرموله الثوم. كندير هنايا الفصوص ديال الثوم ثم كنكمل داك الكميه اللي عندي ديال القزبر معدنوس، وبلا ما نفكروا نحتفظوا به في المجمد. هذه طريقه رائعه وسهله، وفيما بغيتي شرموله او التتبيله ديال كنستعملوه في اللحم في الدجاج في القطيبات في جميع الوصفات غادي تحتاجوا هاد الشرميله، يعني دائما تلقايها سيدتي واجده. وكيف ما شاهدتوا معايا كتحضر يعني بكل سلاسه وبكل سهوله، علاش لا ما نحضروهاش خصوصا في هذا الشهر الكريم، كل نهار كنحتاجوا شرموله وبلا ما نضيعوا الوقت. كيف ما قلت لكم نوفروا الوقت والمجهود، نجيبوا 4 الربيطات او 5 الربيطات على حسب الكميه اللي غادي نحتاجوا، ونحضروها في نهار واحد، يعني نحضروها في نهار واحد ونتهناو الشهر كامل، لانها كتبقى لينا بالنكهه ديالها وباللون ديالها شهر كامل. من بعد ما عمرت القريعه كيف ما كتشاهدوا معايا، وبقى لي واحد شويه غادي نديروا في واحد القريعه صغيره، كنعمر داك القريعه وكنغطي عليها من الفوق بالزيت. كيف ما كتشاهدوا معايا كنغطي عليها جيدا بالزيت واحد شويه، يعني تقريبا واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون او زيت المائده اللي متوفر عندكم، كنغطي عليها بالزيت وكنغطيها وكنوضعها في سواء وضعتها في الثلاجه او برا الثلاجه، صدقوني صدقوني كتبقى اكثر من شهر كيف ما هي، لانها فيها الثوم فيها الملح فيها الزيت فيها سكينجبير طري، كتبقى كما هي محتفظه على اللون ديالها والنكهه ديالها. غير هو واحد المساله اللي غادي نزيد ناكد عليها ملي نبغيو نقصوا الربيع اللي غنخدموا به يبقى لينا مده طويله، ضروري ما يكون ناشف تماما. ومساله اخرى ملي نبغيو نتناولوا هاد التشرميله، ملي نبغيو ناخذوها يعني نديروها في الدجاج او في اللحم او في الطويجنات في القطيبات في اي وصفه، ناخذوا المعلقه يعني حديديه اللي تكون ممحيه مزيان ما تكونش فيها ولا قطره من الماء، وناخذوا الكميه اللي بغينا ونعاودوا نغلقوا داك القريعه. علاش لنا داك الزيت يعني نشف منها او هبط للاسفل، نعاودوا ما فيها بس ندير واحد المعلقه كبيره على السطح على الوجه كيف ما كتشاهدوا معايا، باش تبقى لينا هاد الشرميله او هاد التتبيله ديال القزبر معدنوس كيفاش نحتفظوا به لمده اطول، يبقى لينا كاننا كنعقموه. نتمنى تعجبكم الفكره ديال اليوم، وهذه هي الشرميله اللي دائما تلقايها واجده وطريقه رائعه للاحتفاظ بالقزبر معدنوس بدون مجمد، واحتفظي به اكثر من شهر، وفر عليك الوقت والمجهود. شكرا لكم المتابعه، وما تنسوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط وبالبارطاج باش تعم فائده للجميع، والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله.